أخطر وأرعب منطقة في العالم ممكن تسمع عنها. تعددت الأقاويل حول هذه المنطقة المرعبة والغامضة حول العالم. في اللي قال إنه بيتعمل فيها أسلحة محرمة وفتاكة للبشر، وفي اللي قال إنها منطقة تجمع الكائنات الفضائية وبيحصل تجارب عليهم، وفي اللي قال إنها منطقة بيتعمل فيها تجارب بشعة ومرعبة على البشر نفسهم عقلك ما يتخيلهاش. أنتجت هذه التجارب مخلوقات مشوهة، ما يقدرش أي حد يقرب من المنطقة دي، حتى رؤساء امريكا نفسهم مفيش، بس الا بعض الاشخاص المعينين اللي مسموح لهم يدخلوها، والغريب انهم اشخاص مش معروفين اصلا. واي حد يفكر بس يقرب من المنطقة ولو على بعد اميال هيبقى مصيره الموت. يلا بينا نكتشف سر غموض المنطقة 51. قبل ما نبدأ، لو بتحب النوع ده من الفيديوهات ما تنساش تتابعني، عشان هعمل سلسلة فيديوهات غامضة ومرعبة الفترة الجاية هتعجبك جدا. وانا بدأت في السلسلة دي من فترة قريبة، وده الفيديو التالت فيها. هتلاقي رابط الفيديوهات السابقة في الوصف. ولو عجبك الفيديو ده ما تبخلش عليا بلايك، عاوزين نوصل الفيديو دوت لخمسين لايك، وكومنت من عندك تقول رأيك فيه او صلي على النبي في الكومنتات. بدون رغي كتير يلا بينا نخش في الاحداث المرعبة. في الفيديو ده هنتكلم عن تاريخ ومكان المنطقة المرعبة دي بالظبط، ونظريات المؤامرة والمخلوقات الفضائية اللي في بعض الناس بيزعموا انهم شافوها داخل المنطقة، وهنتكلم كمان عن ابشع وارعب مشروع اتعمل جوه المنطقة دي المعروف بمشروع ابيجيل، وايه هو كلام ورد فعل الحكومة الامريكية والرؤساء الامريكان حول المنطقة، وهنتكلم كمان عن حدث مظاهرات ومحاولات اقتحام المنطقة من قبل الامريكان، واخيرا هنتكلم عن الاسرار والوثائق والفيديوهات المسربة عن هذه المنطقة الغامضة. المنطقة 51 او Area 51 هو الاسم المستعار للقاعدة العسكرية الامريكية اللي موجودة في صحراء ولاية نيفادا على بعد 335 كيلومتر شمال ولاية لاس فيغاس الامريكية، على الشاطئ الجنوبي لبحيرة جروم. وبحيرة جروم دي بحيرة جافة وملحة جدا، وكانوا بيستخدموها في التجارب. بدأت كقاعدة سرية للجيش الامريكي في اربعينيات القرن الماضي. القصة بدأت في عام 1947 تحديدا في ايام الحرب الباردة ما بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية CIA اختارت المكان ده عشان تعمل اختبارات سرية وتجارب على طائرات التجسس الامريكية الجديدة، وهدفها انهم يطوروا تقنيات متقدمة للتجسس في الطائرات دي عشان تديهم ميزة تنافسية اكبر عن العدو. وفضلت مكان لتجارب الطائرات فترة كبيرة لغاية ما طلع عليها الاشاعات الباقية اللي هنعرفها مع بعض في احداث الفيديو. والمنطقة دي بتغطي حوالي 3 مليون فدان. انت متخيل المساحة دي؟ والغريب ان المساحة دي كلها اكنها مش موجودة. هتقول لي يعني ايه مش موجودة؟ اقول لك انها ملهاش اي اثر على اي خريطة عالمية، حتى خرائط جوجل مش موجود عليها، ده حتى خرائط الطيران المدني اللي بتبقى دقيقة جدا في تفاصيلها مفيش عليها اي حاجة غير حواجز المنطقة بس، انما اللي جوه المنطقة مجهول. المنطقة دي شديدة الحراسة جدا، ممنوع اي حد مهما كان مين انه يقرب منها، وكمان ممنوع الطيران فوقيها او فوق المناطق اللي حواليها، لدرجة ان في قيادات عليا كبيرة في الجيش الامريكي مش مسموح لهم يقربوا منها، حتى رؤساء امريكا نفسهم ممنوعين من دخولها. المنطقة دي بتتقسم لتلات اجزاء. اول جزء على الحدود اللي برا، اللي بيقرب له ممكن يعرضه لغرامة تصل ل 3000 دولار امريكي. نيجي للجزء اللي بعده لما نغوط جوه شوية. الجزء دوت لو حد وصله ممكن يعرضه للسجن، ممكن يوصل لعشر سنين كاملة. نيجي بقى للجزء الاخير، وده الجزء الاخطر اللي هو الجزء الاقرب للمباني بتاعت المنطقة. والجزء دوت موجود فيه قوات اسمها قوات الكامو، والقوات ديت بتمشط المنطقة كويس جدا، وبيساعدهم في كده اجهزة استشعار العرق البشري على بعد اميال. لو لمحوا بس اي بشري داخل المنطقة مصرح لهم انهم يخلصوا عليه في ساعتها.
على الرغم من التسريبات وحكايات الناس عن المنطقة المرعبة دي، إلا إن حكومات الولايات المتحدة فضلت عشرات السنين بتنكر وجود المنطقة دي من الأساس، وبسبب التكتم والسرية دي وإن الحكومة مش عاوزة تقول أي خبر واحد عنها، خلوا الناس تقلق وتخاف أكتر من المنطقة، وفضلهم زاد وبدأوا يسألوا إيه الحاجة الخطيرة اللي بتتعمل جوه مش عايزين الناس تعرفها. ده حتى رؤساء أمريكا كلهم محدش قدروا إنه يتكلم عنها، والوحيد من رؤساء أمريكا اللي في الأول اتجرأ واتكلم عنها هو الرئيس السابق بارك أوباما، واتكلم عنها وذكرها بالاسم في مجلس كان معمول قبل ما يكسب الانتخابات، وقال في الجلسة دي أول حاجة عاوز يعملها بعد ما يكسب الانتخابات إنه يعرف إيه اللي بيحصل في المنطقة 51. ولما كسب الانتخابات وبقى الرئيس الموضوع اتغير تماما، أكنه تهدد ولا إيه اللي حصل محدش يعرف، ورفض إنه يقول أي حاجة عن المنطقة في أي لقاء صحفي. وكان في حوار صحفي ليه، المذيع زنقه في الكلام وسأله سؤال صريح، هل المنطقة 51 كانت فيها كائنات فضائية ولا لأ؟ كل اللي عمله إنه ابتسم ابتسامة خفيفة وبعد المايك عنه عشان ما يجاوبش. ولما المذيع أصر قال إنها منطقة عسكرية للجيش مش أكتر، وحاول يتوه السؤال وفضل يضحك مع المذيع وخلاص. وفضلت الحكومة عشرات السنين بتنكر وجود المنطقة لحد ما اعلنوا عن وجودها سنة 2013، وده طبعا بعد اضطرار الاستخبارات المركزية الامريكية انها تعترف بوجودها بسبب قانون اقرار حرية المعلومات اللي اصدرته الكونجرس، بس برضو مازال مجهول وغير معلوم الى يومنا هذا اللي بيحصل جوه المنطقة، وبيتمنع اي معلومة واحدة تطلع عن المنطقة، وده اللي بيزود التساؤلات حول المنطقة. ازاي عمالين يقولوا ان هي منطقة عسكرية عادية للجيش الامريكي، وازاي مش راضيين انهم يعلنوا اي معلومة واحدة من اللي بتحصل جوه؟ مفيش حد عارف الحقيقة فين. الحكايه بدات في 8 يوليو عام 1947 في حادثه مشهوره اسمها حادثه روزويل، والمدينه دي موجوده في نيو مكسيكو الامريكيه. الناس وشهداء العيان اللي كانوا موجودين في المكان قالوا ان في سفينه غريبه الشكل وقعت في مزرعه مواشي في مدينه روزويل، وقالوا ان السفينه اللي وقعت ديت شبه السفن الفضائيه او الاطباق الطايره بالظبط، لغايه ما الناس كلموا البوليس بسرعه عشان يجوا يشوفوا في ايه، ويتفاجئوا ان مش البوليس اللي جه، لا دي عربيات ومدرعات من الجيش الامريكي، وحذروا المنطقة تماما وقالوا لكل الناس تخش بيوتها وما تطلعش منها ابدا لغاية ما الجيش يخلص شغله. وفعلا حبسوا كل الناس في بيوتها وراحوا واخدين السفينة ديت على عربيات ضخمة وخدوا كل الجثث اللي كانت في السفينة وراحوا ماشيين على طول، وقالوا انهم نقلوا السفينة ديت للمنطقة 51، والناس ما سكتتش واعتبروا الحادث دوت دليل على وجود الكائنات الفضائية ودليل على التجارب البشعة في المنطقة 51، مما دفع الحكومة على انها تطلع وتصرح وتقول بكل هدوء ان الحادثة ديت كان منطاد هوائي لقياس الطقس تابع للقوات المسلحة، ونتيجة بعض الاخطاء الفنية فيه ده اللي خلاه يقع ويتحطم بالشكل ده. طبعا محدش صدق اللي بيقولوه، ومكملوش مدة بسيطة بعد الحادث ويحصل شيء صادم. بيقولوا ان الفيديو ده تسرب وقالوا ان الكائن اللي في الفيديو ده كائن فضائي يشبه البشر بعض الشيء، ولكن هو ده نفس الكائن اللي كان في سفينة حادثة روزويل. في شهر سبتمبر عام 2019 حصل ضجة كبيرة كانت هتكشف ما وراء المنطقة 51، لكن للأسف كانت محاولات فاشلة. في يوليو عام 2019 في شاب أمريكي اسمه ماتي روبرتس أنشأ صفحة على الفيسبوك ونزل فيها زي إيفنت كده مكتوب فيه معا نجتاح المنطقة 51، لا أحد يستطيع أن يوقفنا، وبيدعو فيه كل الناس إنهم يعملوا تجمهر عند المنطقة 51 عشان يغزوا المنطقة ويعرفوا إيه اللي جواها ويتأكدوا من وجود الكائنات فضائية جواها ولا لا. وكان معاد الايفنت دوت يوم 20 سبتمبر عام 2019، يعني بعديها بشهرين. والمفاجأة ان في خلال ساعات بس من نشر البوست اتفاعل معاه ووافق عليه اكتر من 1.5 مليون شخص من مستخدمين وسائل التواصل الاجتماعي. والغريب بقى ان بعد المنشور ده بمدة قليلة قبل معاد الايفنت طلع ماتي في لقاء صحفي وقال انا كنت بهزر والبوست دوت كان مجرد دعابة عشان ازود بيها التفاعل على الصفحة بتاعتي. فهل الكلام ده صحيح ولا في حد هدده واجبره انه يقول كده؟ مفيش حد يعرف اي حاجه. بس حتى بعد تصريح ماتي ده موقفش الناس برضو، وكان في عدد كبير فعلا راح للمكان المحدد، وكان في تجمعات كبيره هناك
مما دفع الحكومة انها تزود الحراسة والحماية امام حدود المنطقة 51 باعداد كبيرة من الجيش والشرطة. وطلع المتحدث الرسمي باسم الجيش الامريكي في تحذير صريح وشديد اللهجة بانه اي حد هيفكر يقرب من المنطقة مصيره السجن او الموت. والمفاجأة بقى ان في شخصين هولنديين اتمكنوا انهم يدخلوا المنطقة وسط التجمعات الكبيرة اللي كانت هناك، واخترقوا فعلا الحدود وعدوا الاسلاك الشيكة ودخلوا المنطقة المحظورة المحيطة بالمنطقة 51، وكان معهم كاميرات واجهزة حديثة وطيارات درون عشان يعرفوا يصوروا كل حاجة هناك. كل اللي قدروا يعملوه انهم دخلوا وفضلوا ماشيين لمسافة 5 كيلو جوه المنطقة قبل ما يتم القبض عليهم واعتقالهم. وبعد تفاصيل كتيرة في الحبس اتمكنوا انهم يخرجوا بعد 3 ايام من احتجازهم بعد ما دفعوا غرامة قدرها 2000 دولار امريكي لكل واحد منهم. وفي التحقيقات معاهم على انهم هولنديين اعترفوا انهم بيعرفوا يتحدثوا ويقرأوا اللغة الانجليزية كويس، بس تجاهلوا كل اليافطات التحذيرية في المنطقة، وكل ده بسبب شيء واحد كان عندهم وهو الفضول عن تلك المنطقة الغامضة والمريبة. في النهاية المنطقة 51 هتفضل مصدر للغموض والرعب، ومهما حاولنا نعرف عنها هنفضل دايما نعيش في حالة شك وخوف. هنوقف لحد هنا عشان وقت الفيديو ما يطولش قوي وتحسوا بملل، وبعد يومين بالظبط هنزل لكم الجزء الثاني من الحلقة، هتلاقوا اللينك بتاعها في الوصف او في التعليق المثبت يوم الخميس القادم بإذن الله، اللي هنتكلم فيه عن اهم الاحداث والقصص والفيديوهات المسربة عن المنطقة 51، وهنتكلم كمان عن ارعب وابشع مشروع اتعمل جوه المنطقة دي وهو مشروع ابيجيل. ما تنسوش تتفرجوا على الجزء الثاني من الفيديو دوت، وما تفوتوش على نفسكم احداث مرعبة وشيقة جدا. الى هنا عزيزي المشاهد ينتهي حلقتنا، ولو عجبك الفيديو كنت من الابطال اللي كملوا الفيديو لحد الاخر انا بشكرك جدا. ولو كان الفيديو مفيد ليك ما تبخلش عليا بلايك، انا تعبت في الفيديو ده جدا، عاوزين نوصله ل 50 لايك. وكومنت قول لي فيه تحب يكون الفيديو القادم عن ايه، او صلي على النبي في الكومنتات. وما تنساش الاشتراك لو لسه ما اشتركتش، وفعل الجرس عشان هعمل سلسله فيديوهات غامضه ومرعبه الفتره الجايه هتعجبك جدا. وانا بدات في السلسله ديت من فتره قريبه وده الفيديو الثالث فيها، هتلاقي روابط الفيديوهات السابقه في الوصف، ما تنساش تخش تتفرج عليها. بس كده، معاكم احمد عزت ودي معلومه ببلاش. سلام.